السلام عليكم عسكريون إسرائيليون، تسريبات الهجمات ضد إيران سوف تنفجر في وجهنا. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. حذر مسؤول عسكريون في إسرائيل من تداعيات التسريبات المتعلقة بالهجمات التي استهدفت إيران. وبحسب صحيفة هارتس يوم الثلاثاء، فإن سلسلة التقارير الحديثة التي تنسب إلى إسرائيل تنفيذ مجموعة من الهجمات ضد إيران أثارت مخاوف مسؤولين أمنيين في الدولة العبرية. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك شكوك من أن بعض القادة السياسيين يرغبون في استغلال التوتر مع إيران في تحقيق مصالح شخصية. وفي هذا الإطار أعرب المسؤولين الذين أشارت إليهم الصحيفة عن مخاوفهم من أن تدفع هذه التسريبات إيران إلى توجيه رد قاسي على إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن بعض هؤلاء المسؤولين أن هذه التسريبات التي ربما تأتي في إطار معارك على النفوذ بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية سوف تنفجر في وجهنا. وكانت صحيفة جيروزلم بوست قد نقلت عن مصادر استخباراتية عبرية قولها إن جهاز المصاد الإسرائيلي يقف وراء الهجوم الذي استهدف منشأة نطنز النووية في إيران يوم الأحد الماضي. وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بوهروس كامولوندي قد أعلن يوم الأحد عن تعرض شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز في محافظة أصفهان لخلل جزئي. ويوم السبت الماضي كشفت صحيفة هارتس أن عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي تستهدف الوجود الإيراني في سوريا جرى تسريبها لوسائل إعلام أجنبية قبل تنفيذها. في الأخير إذا كنت من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.